معنا مشاهدينا من نيروبي أبو بكر طالب جلالو، مساعد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان. أهلا وسهلا بك سيد أبو بكر طالب معنا في 19. لنبدأ بالسؤال عن الوضع بشكل عام في الفاشر، ما الذي يصلكم من هناك؟ كيف يبدو الآن؟ شكرا جزيلا على استضافتي. لقد سمعت ما جاء في تقريركم حول الأجواء التي نشهدها الآن في مدينة الفاشر، وهي مؤرقة، وخاصة أن هذه المدينة تتعرض إلى هجوم من جوانب مختلفة، والمدنيون يبدو بأنهم عالقون، الأطفال والأسر الذين يرغبون بالفرار من الفاشر. هذا أمر مستحيل عليهم بسبب استخدام المتفجرات واستخدام عمليات القصف الشديد التي تطال المدينة من كافة أرجائها. وقد وردتنا أخبار بأن مركز المدينة قد تعرض للهجوم، وأن أناسا لا يوجد لديهم قدرة للوصول إلى الكهرباء أو مياه الشرب، وفضلا عن الطعام. فهذه الصورة السوداوية تعد غير مقبولة في مدينة الفاشر في الفترة الحالية. المدنيون في وضع سيء للغاية، وأننا نهيب بكافة القوى المتقاتلة بأن تعمل على التفكير في المدنيين والتفكير في النساء والتفكير في الأطفال الذين يعانون في المقام الأول، وضرورة وقف الحرب والسماح للمنظمات الإنسانية للدخول إلى تلك المناطق وتقديم الدعم إلى هؤلاء المحتاجين. طيب سيد أبو بكر، يعني في هذه اللحظات لا توجد أي منظمة إنسانية في الفاشر تحديدا تقوم بعملها، أو على الأقل تدخل جانب من المساعدات، يعني هي منعدمة بشكل كلي. كلا، حتى اللحظة لا توجد لدينا بعض الجهات التي تعمل بمنظمات إنسانية، لكن من الصعب عليها أن تنتقل إلى بعض الأماكن في مدينة الفاشر، ولدينا بعض الشركاء الذين يعملون هناك، ومن خلال بعض المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تقدم بعض المساعدات المنقذة للحياة وخاصة للاجئين، ويستمرون في هذا الاتجاه. لكن حتى مع ذلك فإن الموارد غير كافية، ولا بد لنا من العمل على تقديم المزيد من المعونات للسكان بحيث يتسنى لهم البقاء على قيد الحياة. لكن قدرة الوصول تبدو مستحيلة، وهذا بدوره يضع تحديات كبيرة على السكان الذين لا يزالون عالقين داخل الفاشر. سيد أبو بكر، مع من تتواصلون في السودان لمحاولة إدخال المساعدات وإيجاد سبل لمساعدة المدنيين؟ لدينا بعض المنظمات غير الحكومية التي مر على عملنا معها منذ فترة طويلة، وهناك بعض المنظمات الدولية الحاضرة في تلك المنطقة، ومن المهم أن نبقي على هذه الشراكات التي بنيناها. ولا أرى أنه من الحكمة أن أعطي أي أسماء لتلك المنظمات غير الحكومية، فهم موجودون هناك ومعظمهم من السودانيين الذين قدموا العون للشعب السوداني، وكانوا قد أظهروا التضامن وأظهروا خير قدراتهم في مساعدة النساء والأطفال الذين طيب سيد أبو بكر، لو نتحدث عن التحديات التي تواجهونها في هذه الأثناء عندما يتم الحديث عن يعني حرب وشيكة تندلع في الفاشر، ليس بالحجم الذي نراه الآن وإنما ربما بحجم مضاعف، وبالتالي كيف ستواجهون كل هذه المعوقات؟
لدينا جملة من التحديات التي تعترضنا، فهناك تحديات ليس فقط على مستوى منظمتنا بل تحديات كبيرة تواجه معظم المنظمات غير الحكومية، ومنها المخاطر الأمنية المرتفعة بالنسبة لي، بالإضافة إلى قدرة الوصول، فهي مسألة صعبة لنا من أجل الوصول إلى بعض المواقع، فلا بد لنا أن نصل إلى الجهات الأكثر عرضة للمخاطر في ظل شح ونقص المواد اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك هناك بعض العراقيل البيروقراطية التي تجعل من حركتنا صعبة من أجل تقديم تلك الخدمات، لكننا ماضون في مناصرة الجهات المتقاتلة والسلطات السودانية وكافة الأطراف من أجل ضمان أن القوانين الخاصة بالمنظمات الإنسانية سوف تكون نافذة، بحيث يتم تسهيل عمل تلك المنظمات الإنسانية والتواصل مع المجتمعات المختلفة وتسليم الخدمات إلى المحتاجين إليها بشدة. المدنيون حتى اللحظة لا يزالون يعانون بصورة يومية، إذ رأينا صورا لعمليات حرق وتدمير هنا وهناك، ومن الضرورة أن نكون في وضع نحث فيه القوات المتقاتلة على وقف هذه الإجراءات والسماح لكافة العاملين في المنظمات الإنسانية للتحرك وتقديم الخدمات التي عكفنا على تقديمها وتقديمها إلى الأشخاص المحتاجين. أن المسألة كما قلت لكم هي ليس تتوقف فقط على عملية القتال، بل لابد للأسرة الدولية أن تعير اهتماما إلى السودان. السودان يستحق اهتماما أكثر مما قدم له حتى اللحظة، ونعتقد أنها إحدى الحروب الأكثر تدميرا على المستوى الإنساني، وهناك بحاجة لبذل جهود من أجل العمل على تأمين قدرة الوصول إيجاد طريقة للاستجابة لتلك الأوضاع على الأرض. هذه هي بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها في السودان. طيب سيد أبو بكر، ذكرت العديد من النقاط المهمة في إجابتك، ولكن عندما تقول بأن هناك عراقيل بيروقراطية تعوق هذا العمل، عملكم لمساعدة المدنيين، من قبل من هذه العراقيل في السودان؟ هذه حالة حرب، ومن الشائع لكافة الأطراف المتقاتلة أن تقوم بأشياء من هذا القبيل. كما قلت لكم هناك صعوبة في الوصول لكافة الأماكن، وكافة عمليات القتال تطال المدنيين في المقام الأول، ويعاني العاملون في المنظمات الإنسانية، بحيث يجب منحهم قدرة الوصول الأساسية للأطراف والمواطنين المتضررين وتقديم العون لهم. طيب سيد أبو بكر، يعني هل تواجهون أي مشاكل أو أي فجوة تمويلية لمساعدتكم وللوصول فعليا إلى السودان؟ وإن كان الأمر كذلك، كيف تعملون على حلها؟ السودان والوضع فيه بصورة عامة مستمر في مشاكل شح التمويل، والمنظمات الإنسانية واحتياجاتها متزايدة بصورة كبيرة في ظل الأوضاع الإنسانية التي نعيشها على الأرض، لكن الوضع التمويلي لا يزال حتى الآن في الحضيض. إذا ما أخرت مثلا ما تلقيناه، فقد حصلنا على 50% من التمويل المطلوب لعام 2024، وهناك 25% مطلوبة لعمليات التحليل للمتطلبات التي أجريناها. هذا ليس فقط لمنظمتنا بل لكافة الجهات الفعالة الإنسانية، بما في ذلك
منظمة الغذاء العالمية كلها تعاني في نقص مشكلة نقص التمويل بصورة كبيرة، ولدينا خطة استجابة للاجئين التي لم يتم تمويلها سوى بنسبة 14% منذ تم طرحها، لذا أن فجوات التمويل كبيرة ومهولة، ونحن ماضون في مناشدة كافة الجهات المانحة والأسرة الدولية كما قلت لإعارة السودان المزيد من الاهتمام، لأن الشعب السوداني بكل صراحة بحاجة لدعم العالم في المقام الأول، وكذلك ليمكنه أن الاستجابة للأشخاص المحتاجين وتقديم الخدمات والدعم الأساسية لهم. أعتقد أن هذا ضروري أن يقدم العالم المزيد من الاهتمام للوضع في السودان وتقديم التمويل المطلوب لهذا الغرض من أجل مساعدة المنظمات الإنسانية وهؤلاء الذين يعملون على الأرض بصورة يومية لتقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين، بما في ذلك اللاجئون والنازحون، وهذا ما كنا نقوم به من خلال بذل كافة جهودنا من خلال الموارد المتاحة لنا. في العام الماضي قمنا بمساعدة 900 لاجئ في البلاد، وكذلك أكثر من 600 ألف شخص نازح داخليا في البلاد خلال العام الماضي لوحده. هذه السنة سوف نستمر في نفس الجهود، لكن أعداد اللاجئين مزدادة. ذكرتم في مقدمتكم أن أكثر من 8 مليون شخص قد نزحوا من البلاد، وأن أكثر من مليون منهم باتوا في عداد اللاجئين الذين توجهوا إلى دول خارج السودان، ونحن لابد لنا أن نقوم بدعم تلك الدول لأنه لديها ما لديها من تحديات، وعليهم الآن أن يستضيفوا السودانيين، سواء كانت جنوب السودان أو تشاد أو مصر أو أي دول المحاذية وإثيوبيا وهكذا دولي، لأننا نثني على جهودهم في استضافة هؤلاء السودانيين، لكن كل هذه الدول أيضا بحاجة إلى دعم مالي، ونحن نهيب بالأسرة الدولية لتقديم الدعم المطلوب. طيب نعم سيد أبو بكر، لو سمحت لي بعجالة في ثوان معدودات، ما هي قائمة مطالبكم اليوم كمنظمة أممية في السودان من المجتمع الدولي، سواء فيما يخص بالمساعدات أو حتى مطالبكم من أطراف النزاع داخليا من السودان؟ لعلي أبدأ بالأطراف المتحاربة في السودان. قلنا الناحية الأكثر أهمية أن السودان ما هو بأمس الحاجة إليه هو السلام، لابد لهذه الأطراف المتقاتلة أن تعمل على تحقيق مصلحة السودان ومصلحة العالم، وهذا يتمثل في المقام الأول في وقف القتال وإلقاء السلاح والسماح لمحادثات السلام أن تعم. ثانيا، أننا بحاجة إلى موارد إضافية حتى يتسنى لنا تقديم الدعم الإنساني المطلوب إلى النساء وإلى الأطفال والذين يتوجب عليهم العودة إلى صفوف مدارسهم وتقديم الخدمات الرئيسية للجميع على الأرض. والأسرة الدولية يجدر بها أن تعير اهتماما أكثر في السودان. وبالنسبة للتمويل، هذا جزء أساسي بأن يتم العمل على تلك المعايير بصورة أساسية. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من نيروبي أبو بكر طالب جلالو، مساعد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان. نعود ونلقاكم مشاهدينا لفتح ملفات الساعة الثانية، إلى اللقاء. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية.
كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عجهر الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث.